التوزيع والتسجيل النفط بالضبط ضرب على في المليون 18 سكن بمختلف سياق، أغلبيتها سكن عمومي اجتماعي إيجاري، يعني أكثر من 3000 وحدة سكنية في هذا الإطار. اليوم شاء القدر أننا نوزع السكنة هذه في إطار الاحتفال بذكرى عزيزة علينا، ذكرى عظيمة ومجيدة، ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، ذكرى الاستقلال الوطني. لأن اليوم تنزلت الفرحة، فرحة الاستقلال وفرحة توزيع السكنات واستلام المفاتيح على العائلات، ولكن بحق هذه العائلات يعني الفرح نتاعها إن شاء الله ربي يعطيهم الخير وإن شاء الله يبدأ بهم في الأعداد. شكرا. حالة جميلة ما عندناش من خفيف، بقات من بلدية زدين وماي بقات 20 سكن، بقات بلدية العطافية تقريبا 240 ولا 250 سكن، بقات مليانة فيها 150 سكن، بقات هذو هما البلدية الكبار. بعض الله السكن في الهشة اللي رايحين في هذه الأيام ممكن بعد قبل سنة 5 جولية أو بعد 5 جولية نقوم بهدم السكنات هذه القصدية وبالتالي نتخلص منها نهائيا. أوكسيومتر أسبيسون، مقياس الأكسجين والنبض باستخدام الأصبع، ضروري خاصة لمرضى الكوفيد 19. شاشة كبيرة لقراءة سهلة ومريحة، العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي أم سي أم، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك